نحن هون بنزلة الصالحين حي كرم الأفندي. من أول ما صار الزلزال أول يوم هذا المبنى الكبير طب وراح فيه 11 شخص. وبعد ما صلحنا ورجعنا سكننا هون مثل ما لك شايف كل عنا أطفال بتروح على المدارس حتى عنا طلاب جامعة. والصرف الصحي عنا واقف والمي حتى عن أكثر البيوت مقطوعة بسبب انهيار هالمبنى هذا لأنه يوم اللي إجوا طالع الضحايا إجت آليات تقيلة يعني وحتى كبست الأرض والصرف الصحي واقف عنا والمي مقطوعة من أكثر المباني هون عنا يعني بالبيت. ورحنا لأكثر من محل للمختار ولغيره واشتكينا وقلنا إنه على حكي على ما في آليات وما في إمكانيات وعم نستنى. شوفت عينك يعني صار أكثر من ولد طب عنا ووقع والغبرة يعني مشكلة كبيرة الغبرة. وأكثر مشكلة عنا شان المدارس وما عنا غير هالطريق نهاية الحارة بستان وكروم ما في طريق. نحن طريقنا على الاستراد هذا الواحد بس ما في غير هيك. ولحتى اليوم صرنا أكثر من 3 شهور وما حدا أجا شلنا هالكوم مثل تراب لحتى نعدي.